عقب على العديد من النقاط. اولا بس بالنسبه لسن الحضانه، عشان الاستاذ احمد كان بيقول ان ازاي الاب هياخد او ازاي الراجل هياخد طفل صغير. الرسول عليه الصلاه والسلام لما والدته توفت كان عنده كام سنه؟ كان عنده 6 سنين، اللي خده رباه جده وبعد جده عمه. دي نقطه. تاني حاجه برضو الدكتور احمد كنت حاجه مهمه عايز ارد عليها، ان بيقول ما فيش قانون بيطلع بدون موافقه الازهر. نعم. ما احنا لحد سنه 85 كان سن الحضانه 7 و9 وكان الازهر موافق. جه في 85 اترفع ل 10 و12 وكان الازهر موافق، لان مفيش ما يمنع ولا كده ما يمنع ولا كده ما يمنع، مفيش ما يمنع. يبقى احنا بنتكلم حكم المحكمه الدستوريه في الحاجات اللي هي قطعيه الثبوت وقطعيه الدلاله، الحاجات اللي فيها نص. حضرتك هات لي بقى نص في القران او حديث شريف بيقول ام الام وبيقول ام الاب. مفيش الايه اللي انا بقولها ولا ام لا، لا بس في ايه في القران، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره. ربياني دي عايده على الاب والام. ماتوا بقى، ماتوا. انا ما بتكلمش على الموت، انا بتكلم على النهارده الحضانه، ترتيب الحضانه. النص بيسي على الجميع يا فندم، انا ما بتكلمش بيسي على الكل. احنا في حاله وفاه الام يروح للاب. الارامل النهارده في مصر بيعانوا، النهارده الطفل والدته بتتوفى فالنهارده الطفل يروح لام الام، فحولت الطفل النهارده بقى يتيم الام ويتيم الاب كمان. ما الاب موجود. انا لا بنشوف الرؤيه يعني، لا حضرتك شايف. انا مش مع الرؤيه، انا مش مع الرؤيه، ما هو ده اللي موجود. هي الفكره ازاي يبقى في اسره متماسكه ترعى هؤلاء الاطفال. نعم. الام موجوده او مش موجوده، لازم يكون الاب موجود او مش موجوده. اقصد لو توفت يبقى خلاص هنا الاب موجود مع الطفل، بس اللي ترعاه ام الام لانه صغير وما يستحملش الاب انه يشيله لوحده، فلازم هنا. لكن الاب فين بقى؟ الاب معاه، الاب بيتابعه، الاب بيشوف فيه تعليمه ازاي، الاب بيراعيه، الاب هو الولي الطبيعي عليه، ما نقدرش ننكر ده. يعني هل القانون اللي موجود حاجه؟ ايوه ده اللي هيبقى موجود. لا ولا اللي موجود ده، يعني لا ده الجديد اللي انا رافضها. ده الجديد ماشي. موضوع الجديد ده، موضوع الجديد في المداخله. سياده المستشار قال ان الاستضافه يومين او ثلاثه في الاسبوع، يومين او ثلاثه في الشهر. ايوه. فالنهارده لما عندي استضافه يومين او ثلاثه في الشهر، معناها ان الطفل ده هيشوف والده في السنه 24 يوم. لا احنا عندنا 8 في ساعات في الاسبوع. ممكن اكمل كلامي؟ ما انا بوضح لك. لا الحاجات اللي حضرتك ما تعرفهاش بوضحها لك. عندنا غير اليومين، اليومين دول، اليومين دول استحاله. حضرتك جبتها منين؟ انا بتكلم كلام سياده المستشار اللي قاله لما استاذ احمد موسى ساله. احنا انا اجيب من عندي، ما انا بجيب من نفس الكلام. ايوه عندنا ما كانش فيه الكلام ده. عندنا استحاب يومين ورؤيه 8 ساعات يا فندم. الرؤيه دي المفروض تتنسف. النهارده هتجيب طفل تقعده في مركز شباب 8 ساعات في عز الحر وفي عز البرد، هل ده منطقي؟ وحضرتك بتقول ده كلام بعض الاباء ما يروحوش. الاولاد بيروحوا يا فندم. بعض الاباء اللي ما يروحش يتحاسب، اللي ما يروحش يتحاسب دي مشكلته. واحد رامي اهل ولاده مش عايزهم، دي مشكلته الشخصيه يتحاسب عليها. انا بتكلم النهارده على اب سوي عايز يشارك في تربيه ولاده. كويس. النهارده لما تيجي تقول لي طفل يقعد في مركز شباب 8 ساعات في عز الحر، يعني هتوديه في الشتاء ده 8 ساعات؟ ما نعمل ايه؟ نديه للاب يعني والام موجوده؟ لا ياخد انا ما بقولش، انا قلت كده، ده معناه كده. انا بقول يبقى في استضافه. طيب؟ استضافه نديله 8 ساعات يوم كل اسبوع او يومين في الاسبوع ماشي، طبقا للمرحله العمريه للطفل. الدراسه نعمل ياخده نهايه اخر السنه. احنا ما بنتكلمش على قوانين اختراع، ما القوانين دي مطبقه في كل العالم. دي وجهه نظر، وجهه نظر. وعندنا النهارده معلش يا استاذ احمد، هو انت مش من حقك النهارده تاخد ابنك في اجازه اخر السنه يصيف معاك؟ ايوه موجود في القانون. لا مش موجود. موجود اسبوع. انا بقول لحضرتك موجود كل اسبوع يا فندم. هيقول لي الماده كام؟ بص انا بتكلم. لا قول لي انت ماده كام؟ المستشار مش عمل مع حضرتك مداخله ساعه. احنا عندنا 188 ماده يعني بنتكلم. لسه 100 اللي خلصوهم ده لسه. خلينا نقول لسه في تعديلات. خلينا نقول بما انه القصد المجتمعي ده رايي. الكلام الاستاذ احمد هو رايه. انا ما اقدرش احكر على رايي، اللي عايز يقول رايي موجود. احنا بنقول لازم يبقى نطرح افكار. ايوه انا ما عنديش مشكله نطرح افكار يا استاذ احمد. طيب. بس ما اقوليش ان ده موجود في القانون الجديد استاذه مها. احنا بنقول لازم يتعلق بكلام يعني نقطه خلاف المهمه ما بين الدكتور اشرف والدكتور احمد. طب احنا عايزين نرجع بس الموضوع لاصله. اه ان القصه عندنا في حياه الامر يعني مش هي الاب والام مع احترامي الشديد ليهم. نعم. القصة عندنا المصلحة الفضلة للطفل. نعم. القصة عندنا لهذا الطرف الضعيف. القصة عندنا لأولادنا اللي هم مستقبلنا واللي هم ملك المجتمع في الحقيقة، واللي احنا عانينا كتير قوي بسبب الخلافات. واحنا عايزين ننحاز الولاد اكتر. طبعا مش للاب ولا الام اصلا. بصوت. دي المصلحة الوطنية المصرية. نعم. ان اللي هيشيل مستقبلنا لازم يكونوا اطفال اسوياء. نعم. وبالتالي نرجع كده لورا خطوة ونبص لأولادنا دول. لذلك انا برجع اشدد على اقتراحي السابق اللي قلته ان لازم نبص لكل حالة على حدة. لازم سيادة قاضي الموضوع مع الهيئة المعاونة. نعم. اللي معاه اللي هي خبير نفسي او طبيب نفسي، مش خبير بالمناسبة. نعم. انا عايزة طبيب نفسي. طبيب. وخبير اجتماعي ومسؤول اسري، دول يبقوا موجودين كده ويقولوا لا والله مصلحة الطفل ان هو يبقى مع امه.
لا والله مع الجده لامه، لا مع الجده لابوه، لا والله ابوه قادر على تحمل مسؤوليته، لا والله المفروض هي اللي عليها الحضانه بس والله هي غير مسؤوله، هو اللي عنده الحضانه بس والله هو راجل عنيف ما نقدرش نسيب له الطفل وما نامنش عليه. يقولوا كمان ايه السن اللي ينفع الطفل يبقى ينتقل فيه المكان ينفع فيه المساكنه والمعايشه؟ ما برضه فكره ان انا كل اسبوع شحطه ابني ولا بنتي يروح يقعد في مكان هو مش متعود عليه حتى لو كان عند الاب او عند الجد او غيره، ما انا كده بشكر هذا الطفل سواء كان بقى في الحر في البرد زي ما حضرتك قلت، سواء كان في ايام امتحانات، سواء هو كان عيان، يا حول الله يا رب، يعني طفل بيكون عيان وامه بتاخده للرؤيه، تاخده للرؤيه ليه؟ عشان خاطر ما يسكتش عن الحضانه. صحيح بالظبط كده. نعم. فبالتالي خلينا نقول نبص لعيالنا شوي، نبعد عن الخناقه والنبي، بلاش نكيد بيهم، يبقى في يعني هذه الهيئه المستقلة عن أي حد والموجودة في المحكمة والمعاونة لسيادة القاضي هي اللي تقول هذا الأمر. طيب فيما يتعلق بقى بالقصة المتعلقة بإلغاء الرؤية، في الحقيقة أنا بحتفل تاني عشان ده برضو كان اقتراحي، إن إحنا عندنا إلغاء حضانة أو إسقاط حضانة لكن ما عندناش إسقاط رؤية. الأب يجي الرؤية ويعمل اللي يعمله في الأم وفي الأولاد. لا هنا في كلام واضح عن إسقاط الحضانة في حالة ثلاث مرات، إسقاط الحق في الحضانة في الرؤية، في الرؤية في الرؤية. أيوة الرؤية، بقول الرؤية. لو تخلف ثلاث مرات احنا عندنا إسقاط حضانة للأم لكن ما كانش عندنا إسقاط رؤية للأب. بس لازم نضيف على ده كمان لو الأب عنيف لا وعلى الأم كمان إنها ما تشق، ما هو ده موجود أصلاً، ده موجود ابتداءً. أيوة. في القانون السابق موجود ما التزمتش احنا كانت أزمتنا في التنفيذ لكن هو موجود بالفعل لكن ما كانش في إسقاط رؤية. بس في حاجة كمان يا أستاذ أحمد في الحقيقة برضه، يعني مثلا عندي جدة بتعاني جدا إن ولاد بنتها أبوهم ما بيشوفهمش، وقالت لي أنا عايزاكي توصليني للإعلام إن الولاد دول صعبانين عليا، مش عايز يجي يشوفهم لا بالرضا ولا بالخناق، عايز مش بتتكلم في الإنفاق ولا في أي حاجة، هي صعبان عليها نفسية العيال، مش عايز يشوفهم، مش عايز يشوفهم، عايزين كمان رغم يروحوا له كمان في المواعيد. بالظبط. لا ده الايه يعني تفتكر يا حضرتك ده ايه؟ هو مكبر دماغه للاسف الشديد، هو مكبر دماغه. لا هي مرحله العند اعلى، العند يعني العند من مع انه يشوف مصلحه ولاده مع الام يعني يروح يشوفهم بقت صعبه جدا. عشان حضرتك تحكم عشان كده لازم نعرف هنا يعني الفنان هشام سليم رحمه الله عليه طلع قبل كده قال لك انا رحت اشوف ولادي مرتين ثلاث لقيت الموضوع مهين ليا ومهين ليهم، بطلت اروح. فده حضرتك هتحسبه ان هو مش عايز يشوف ولاده؟ يا دكتور حضرتك احنا بنروح ضد الرؤيه دي، حضرتك بتقول احنا ضدها عشان هي مش انسانيه. صحيح. لكل الاطراف في الحقيقه احنا بنقول عايزين حاجه متوازنه. تمام. الاب بقى اللي ما يشوفش عياله هسقط عنه الرؤيه بس؟ لا انا يعني شايفه الحقيقه لابد من حساب. ما ينفعش الولاد دول من حقهم يعني ان هم يتربوا في كنف ابوهم يحسوا بامانه وبحنانه، وبالتالي لابد من تصدي ايضا لهذا الامر.